السلام عليكم. تواصل جهة الدار البيضاء أسطات الانخراط في دينامية كبيرة على عدة مستويات مع إعادة اكتشاف نفسها. فخلال سنتي 2023 و2024 تم إطلاق العديد من الأوراش التنموية الكبرى والهامة، مع وجود أخرى في طور الإنجاز، فضلاً عن مشاريع سترى النور مستقبلاً. وتشهد جهة الدار البيضاء أسطات إعادة اكتشاف معالمها، مع تحول كبير على إيقاع سلسلة من المشاريع الطموحة الواعدة بتغيير صورة هذه الجهة وضخ نفس تنموي جديد فيها. فالمشاريع الكبرى التي تغطي البنية التحتية وتعزيز ركائز التنمية المستدامة بدأت تعطي ثمارها، بل وتستغل كل إمكانات التنمية التي تسخر بها الجهة، والنتيجة هي تعزيز دينامية التطور والتنمية التي تؤكد على أهمية هذه المنطقة باعتبارها جهة رائدة على المستوى الوطني والقاري. ومن خلال هذا الفيديو سنتعرف على أضخم 6 مشاريع استراتيجية جديدة يعول عليها لتغيير وجه الدار البيضاء. لكن قبل ذلك، المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع ملعب الحسن الثاني. ستحظى جهة الدار البيضاء أسطات بنصيبها من استضافة التظاهرات المستقبلية الكبرى، إذ سيتم على مستوى بن سليمان بناء الملعب الكبير للدار البيضاء الذي أطلق عليه رسمياً ملعب الحسن الثاني، والذي سيحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030. وسيكون هذا الملعب الذي تصل سعته القصوى إلى 115,000 مقعد بميزانية استثمارية تبلغ حوالي 5 مليارات درهم، من بين أرقى الملاعب في العالم. ويتعلق الأمر بمشروع سيعزز البنية التحتية الرياضية للمملكة بهدف استضافة منافسات رياضية كبرى على المستوى الوطني والقاري والدولي، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم 2030، مما يوفر للجهة مرفقاً جذاباً يساهم بشكل كبير في تطويرها. هذا وتم اختيار شركة SGTM لتنفيذ الأشغال الأولية لتهيئة الأرضية التي سيشيد عليها ملعب الحسن الثاني، وقد بلغت تكلفة هذا الشطر من الأشغال 356 مليون درهم، حيث من المقرر أن تكتمل هذه المرحلة في مدة زمنية مقدرة بأربعة أشهر قبل انطلاق المرحلة الثانية المتعلقة بالأشغال الكبرى. ويسعى المغرب من خلال تشييد هذا الملعب العملاق بجهة الدار البيضاء أسطات إلى تخليد اسم العاصمة الاقتصادية للمملكة ضمن قائمة المدن التي حظيت بشرف استضافة المباراة النهائية لكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم هذا الملعب في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام المغرب بالتنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أنحاء المملكة. وينضاف إلى ذلك تأهيل وعصرنة المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء عملاً بمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أفق 2025، وكذا معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم في أفق سنة 2028. منصة تسويق المنتجات الغذائية بجهة الدار البيضاء. بعيداً قليلاً عن إقليم بن سليمان وعن الرياضة، هناك مشروع هيكلي آخر، ويتعلق الأمر بالمنصة المخصصة لتسويق المنتجات الغذائية، وهي الأولى من نوعها في المملكة، والتي سيكون مقرها بحد السوالم. ويهدف هذا المشروع العملاق الذي خصصت له ميزانية قدرها 1.5 مليار درهم إلى نقل أسواق الجملة الأربعة الحالية خارج مدينة الدار البيضاء من خلال تجميعها. ويتعلق الأمر بسوق الفواكه والخضروات بحي مولاي رشيد، وسوق الأسماك بلهرويين، وسوق البيض بحي لاجيرون، وسوق الدواجن بالحي المحمدي. مشروع محطة تحلية مياه البحر. من بين المشاريع الأخرى الهامة،
هناك محطة تحلية مياه البحر، وهي الأكبر على المستوى الإفريقي، والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي للفترة ما بين 2020 و2027. وتهدف هذه المحطة التي ستوفر 200 مليون متر مكعب سنوياً في مرحلة أولى، إلى تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب لجهة الدار البيضاء أسطات، مع توفير المياه لأغراض السقي، وذلك من خلال تعبئة الموارد المائية غير التقليدية. وستصل السعة النهائية لهذه المحطة الواقعة بجماعة المهارز الساحل، بنفوذ إقليم الجديدة، عند انتهاء المرحلة الثانية من الأشغال سنة 2030، إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و50 مليون متر مكعب لسقي أراضٍ فلاحية. هذا وستكلف هذه المحطة استثماراً إجمالياً يبلغ 6 مليارات و500 مليون درهم، تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وحدة فرز وتثمين النفايات. من بين المشاريع البيئية أيضاً، وحدة فرز وتثمين النفايات المنزلية بالدار البيضاء، وهي الأكبر في المغرب، ويروم هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 3 مليارات و150 مليون درهم، إلى تحديث وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها، وجعلها أكثر نجاعة على المستوى البيئي والاجتماعي. وتهدف جماعة الدار البيضاء من خلال المشروع المذكور إلى إرساء وحدة للفرز وبناء وحدة لمعالجة النفايات وتثمينها، بما في ذلك وحدة إنتاج الوقود المشتق من النفايات، وإغلاق وإعادة تأهيل مطرح مديونة وتحويله إلى فضاءات أخرى، وكذلك مطرح النفايات الحالي. ويرتقب أن يعالج المركز أزيد من 1.5 مليون طن سنوياً من النفايات المنزلية، بمعدل استرجاع النفايات يصل إلى 75% كحد أدنى، عن طريق تقليل كمية النفايات المراد طمرها، وبمعدل إعادة تدوير يصل إلى 20%، ومعدل استعادة الطاقة من النفايات يصل إلى 10%. قصر المؤتمرات بكذا أنفا. سيتعزز القطاع السياحي بالدار البيضاء بمشروع قصر المؤتمرات الضخم، والذي يسعى إلى تسريع عملية تطوير المدينة كقطب دولي، وتشجيع سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض. وسيضم قصر المؤتمرات الذي تصل ميزانيته الإجمالية 1.5 مليار درهم، عدة قاعات للمؤتمرات ومركزاً كبيراً للمعارض وفندقاً، في موقع يقع على المحور الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومطار محمد الخامس. وفي انتظار تحقيق هذا المشروع الواعد، سيكون لمعرض الدار البيضاء الدولي حلة جديدة، مما يسمح للمدينة باستضافة الأحداث الدولية الكبرى. مشروع القطار الجهوي السريع. سيتعزز عرض النقل الحضري بجهة الدار البيضاء أسطات، بإطلاق مشروع ضخم لإنشاء شبكة قطارات جهوية سريعة RER. ويهدف هذا المشروع المهم إلى تسهيل التنقل داخل مدينة الدار البيضاء وفي اتجاه المراكز الحضرية المجاورة، حيث سيتم إنشاء 6 محطات جديدة في كل من البرموس وعين أسبع ومرس السلطان والحي الحسني، بالإضافة إلى محطات خارج مدينة الدار البيضاء بالمدن المجاورة. وأكدت عمدة الدار البيضاء أن الدراسات الخاصة بالمشروع جارية حالياً، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال في أواخر العام الحالي. يشار إلى أن مشروع RER سيشكل إضافة هامة لشبكة النقل في الدار البيضاء، حيث سيساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري وتحسين ربط مختلف أحياء المدينة ببعضها البعض، كما سيسهل التنقل من وإلى المدن المجاورة، وذلك بالتنسيق مع شبكات التراموي والحافلات ونظام نقل الحافلات فائقة السرعة BHNS.
شبكة RER هو نظام نقل شبه حضري، مصمم لنقل المسافرين من المراكز الحضرية الكبيرة نحو الضواحي والمدن الصغيرة المجاورة، ويعتمد على القطارات والسكك الحديدية التقليدية للقطار الكلاسيكي. هذا وستساهم مشاريع أخرى توجد في طور الإنجاز في إبراز التحول الذي تشهده جهة الدار البيضاء سطات فيما يتعلق على وجه الخصوص بتطوير خدمات السكك الحديدية، خاصة مع خط السكك الحديدية السريع في الدار البيضاء الكبرى وخطوط الترام واي التي ستبلغ 100 كيلومتر سنة 2024. الحصيلة النهائية هي أن قطار تنمية جهة الدار البيضاء سطات يسير على الطريق الصحيح. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.